دائما لبين يسوي اعلانه ويجي مكان صاد ويبدا يمنتج الاعلان. ليش اتعب؟ هذا سر نجاح الاعلان. قالك بقلب والله هذا يا ابو تبي والله دعمك جعلنا ما نفقد جعلني ما دعمك انت اللي دعم نفسك. لا والله دعمك الله يجعل العسر. اقول لا تمدح يا رجل ما تحس أنا أنا أحب المدح دائما بس من عندك أنت لا. والله ما تحك زمان يا قلب الله يسعدك صلاة يرفع قدرك يا قلب. والله ما يدرون وش اللي يدير بيننا الناس ترى ما تدري أنت فوق. والله أنك أجنبي لي أنا أوقف على بابك ثم عين واحد من بني عمي. الله يجعلني عند حسن ظنك يا قلب. والله العظيم إني أقول أصلا الله يجعلني عند حسن ظنك هذا أهم شيء لين ما يوجع الرجال الهبوة لها قهبي رجال. والله يجعلني عند حسن ظنك. أقول الله يسعدك ورطني مدري وش أقول ولكن أقول الله نبيض وجهك بس الله يجعلني أنا وياك عند حسن ظن. آمين آمين. شكرا يا رب قدرك. كل لك جعل ربي يطول عمرك. يا مرحبا يا بهاج لا لا فدي ما يقنعنا فيك الصورة. مرحبا جعل ربي يطول عمرك طفيق وعزيز وغالي. الله يطول الله يطول عمرك. والله لا لو بروف وقل له الفرصة أني ما أشري إذا لين أصبر. لا لا لكن تكفيني إذا الشوق. لا لا متواعدين بخير إن شاء الله. العسر ما يجي والله يكثر خير. وعلى وعد الله يطول عمرك. الله يرحم والديك. يا الله اللي تستاهل. بهاج يا مرحبا 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 بدك الناس. محمد لبيك شغله بهاج عندك غلا مثل غلا الاخ الشقيق يعني. ها مثل غلا الاخ الشقيق وهو الخوي عندي مثل خوي الشقيق يتشرف بي وانا دونه فدو واشغل الدنيا وولعها حريق في عجب خوي وخويي وانشدوا وايش هو عذر الرفيق من الرفيق في مواجيب الرجال اذا بدوا. من هو اللي ما يعرف هالرجال علينا برنا 70 نعم والله سبحان الله بسم الله العظيم معدل حبه الجميع يا محمد عليك والله بالله ايضا الصديق لمثابه اخوه رزق من الله من الله وهبك يعني صديق مثابه اخوه امسك في عدل فزعل. يقول اخوي لو ضاقت علي الوسيعه نشر زوله برتكيلي تبسمت والله ما حس بحسابه الفجيع دامي بعضيدي بالشدايد تحزمت. في هالوفا مبدأ أو إنها طبيعة ويفهمني بصمتي ولو ما تكلمت له في ضميري حفظ عهد وبيعه ولي في ضميره فزعة لا تهزمت ومسندي أول حياة الطليعة والذي ما قد بوصله تندمت هو سعد عيني وريف قلبي وربيعه هو العشم لا من ببالي تعشمت هو راس مال وذخر عمره وديعة هو النسم لا من بصدري تنسمت يا أخوي ما ضاقت علي الوسيعة دامك معي حاضر ونافت محمد لبيك شغله بهاج عندك غلا مثل غلا الاخ الشقيق يعني. ها مثل غلا الاخ الشقيق وهو رجال سناب يكبر ظهره لنا. من هو اللي ما يعرف هالرجال علينا برنا 70 نعم والله سبحانه اقسم بالله العظيم معدل بسم حبه الجميع يا محمد عليك والله عليك اقسم بالله اني صادق والله وقعت عند اخوان هذا الزود على عندي لان انا وياه يمكن وجهينا متشابه انا وياه الله يشرفك انا وياه وجهين متشابه انا وياه شباب متوفين جعلهم في الجنه الله يجعلهم في الجنه سلمنا على رجال الأعمال اللي عندك والله مرحبا يا مرحبا التجار اللي عندك والله والله العظيم يا شيخ هو تجي معهم فلوس اي مشهد اما دورتك واحدنا يزود الضيب هذا مصيبة اشهدك كويس هل ازهل وعند الرجل تبعوا اليوم متحمسين عدوا فيك يا مرحبا يا مرحبا ومسهل صاحب افضل عطور في السعوديه جعلني يا هلا جعلني والله ما خلاص مرحبا ومسهلا والبقى جعل ربي يعافيك وين بهاج يا مرحبا ومسهلا يا ابو جاب كم صار معنا الحين يومين ندور والله انت وني جاي والله العظيم اني اخرت سفره انت دراب على جنيا اواجهك الله انك شكرا والله انه مرحبا بك تابع السعوديه كلها ترحب زين تمر احنا نسحر انت تصوم صح؟ ان شاء الله احنا صايمين باذن الله طيب وانت تسحر مع بعض تبي تروح ولا والله ان شاء الله احنا بنتسحر في الرين باذن الله وين؟ في الرين ان شاء الله ان شاء
صوب بيشه احنا متوجهين. الرين وين يا ولد؟ على خط بيشه ان شاء الله. اذا متك؟ اي والله ان شاء الله متوجهين صوب. كم كيلو من هنا؟ بيشه؟ اي. قريب. يعني نروح معك وانا هادي معك اليوم ونرجع يمدينا؟ مرحبا بكم ترحيب المدينه. اي والله معك. والله احنا نستانس معك. والله اني صار. وانت شخص غالي. جعل ربنا والله نزعل. لاحقنا والله فيك شكه يا ابو جاب. لكن جهز نفسك في العيد. بدر اني ما تنام عين. ولا هي باسبانيا. نبي شرق اسيا. انا ود الرجال لازم يجي معنا. يا مرحبا ابشر اللي تبيه والله يا ابو جابر انا تحت امرك. يا مرحبا والله سوا يا اربع قدرك وامرك الحزات اللي شفناها سلمنا على اهل الدوحه كل ابوه كلهم ننتظرك ترى الهاني كيك باذن الله جايينكم احنا ما نستغني عنه الهاني كيك ديرتكم الهاني كيك ما فيها حيل 100 كله ما في حيل اجل ابو جابر ننتظرك والله نعم شعب يا خلاص انت احد